أصغر مؤلفة سعودية تطرح تجربتها في أهلب الشباب والسفر الرياضي من وجهة نظر الشباب مع هاني حجازي، وفقرة عن اليوتيوبرز مع عبد الوهاب ومحيميد. نهاية الحلقة أكبر نصبة على مر تاريخ تويتر هاشتاج رايف لتيبي. روز العقلة أصغر مؤلفة سعودية عمرها 13 سنة، في معرض الكتاب كانت في منصة توقيع نسائية، وقعت أول كتاب لها حكايات ما قبل النوم. ما أدري أو هو أول كتاب؟ أول كتاب لها حكايات ما قبل النوم. كثير من مرسلين المعرض انذهلوا ما شاء الله تبارك الله، عمرها 12 سنة وتوقع كتاب. خلونا نرحب كاتبتنا روز العقلة. أهلا وسهلا روز. أهلا روز. حاب أسألك في البداية، وش هو مؤلفك الأول؟ عارفين عنه؟ حكاية ما قبل النوم هو يوميات عن أخت وأخوها سليمان وريما. وكل قصة في صفحة، وبالكتاب في 39 قصة. كم عدد صفحات الكتاب؟ عددها 49. 49. كم تبيع الكتاب؟ في مكتب الجرير ب 12 ريال. حلو. معرض الكتاب ب 20. حلو. طيب ليه معرض الكتاب أغلى؟ ما أعرف. طيب حلو. الكتاب ما شاء الله تبارك الله، أنت أنتجتي، كم أخذت الوقت عشان تكتبي القصص وخلصتي وكل شيء؟ قبل النشر يمكن 7 شهور تقريبا. وبعد النشر 9 شهور. 9 شهور يعني أخذ كله تقريبا سنة وشوي. إيه. حلو. انتشر الكتاب، كم بعته منه، كم طبعة طبعته الآن؟ 2000 طبعة. 2000 طبعة. حلو. 2000 كتاب انباع؟ لا ما انباع، بس طبعنا 2000 طبعة. طبعته كم انباع؟ منها ما أعرف. حلو. طيب كم الآن هذا كتابك الأول صح ولا لا؟ إيه. كم بديتي، وش شلون بديتي هذه الموهبة معك؟ شلون بدأت الموهبة هذه معك؟ يومني يعني من ثاني ابتدائي، من أول ما انولدت وأنا أحب، يعني أحب أقرأ كتب من تمهيدي. ماما كانت تقرأ لي، ولما صرت بثاني ابتدائي يعني صرت أنا أقرأ من نفسي، أولى ابتدائي ثاني ابتدائي عشان تعلمت القراءة. أول مرة كتبت كنت بثاني ابتدائي، رسمت على شكل كاريكاتير ويعني استمريت. لما وصلت خمس رابع بدأت أكتب يوميات عني. حلو. كتابة يدوية، وطلعت يوم صرت بخامس طلعت هذا الكتاب حكاية روز الأطفال، ووزعت على الأقارب والصديقات. بشوف الكتاب حكاية. حلو. هذا بس وزعت، ما بعتيه؟ إيه. ما شاء الله، يعني انت كاتبته بنفسك؟ ايه. خلنا نوري الناس. ما شاء الله، تقول ما شاء الله يا جماعه. كتاب بس انت كاتبته بنفسك يعني بالوان هذه؟ هذا كم كان عمرك يوم كتبتيه؟ 10 سنوات. 10 سنوات. حلو. عندك عناوين القصص، عيد ميلادي، اين متجر السيده هولي، الغشاش. حلو. كان فيه 19 قصه هذا الكتاب. ايه. حلو. والحين اللي كتبتي هذا الكتاب نشوفه، حكايات ما قبل النوم روز العقله. شوف هذا الكتاب، عاد اشتروا له، اوصيكم سوي له تسويق. حكايات روز بنت هشام العقلة. حلو. الدار النشر وش هي؟ دار المفردات. دار المفردات. كيف انت، كيف صار مجتمعك، وش قالوا عنك صديقاتك يوم شافوا الكتاب؟ اعجبهم، قالوا يعني مره حلو، وشافوا القصص. وبس اكثر قصه كانت معجبه الناس اللي هي ايباد. الايباد وينها؟ ثاني قصه. اللي هي ثاني قصه، وش تتكلم عن القصة هذه؟ هي تتكلم عن إنه الأبو جاب هدية لسليمان، هدية نجاح، جاب له آيباد، وجاب للبنت عرايس، وهي ما عجبها يعني، قالت إنه أبغى آيباد، وبعدين راح قال خلاص بنشتري لك، وشرع لها آيباد وكمبيوتر. حلو. أنت كيف أنت كتبتيها؟ وش كتبتيها، بلغة عربية فصحى؟ اي بس كان عندي اخطاء لغويه. واملائيه. حلو. مين اكثر احد ساعدك يعني في الكتاب، وكيف انتجتيه يعني؟ من اكثر احد، امك وابوك؟ مين؟ امي وابوي. حلو. هم اكثر ناس ساعدوك؟ ايه. حلو. اخوانك؟ ما عندي اخوان. ما عندك اخوان. حلو. هم اكثر ناس ساعدوك؟ حلو. اعطيتي هدايا لصديقاتك الكتاب هذا زي كذا؟ ايه اعطيتهم.
الحين كيف ناوية تكملين؟ هل ناوية تسوين كتاب جديد؟ ناوية؟ إيه إن شاء الله راح تكون رواية الكتاب الجاي. ما شاء الله رواية. وش عنوانها؟ أعطيها كذا العنوان. ما أعرف لسه. ما حددتي. إيه. توك تبدين فيها. ما شاء الله. يوم وقعتي ويعني كيف كان تفاعل الناس معك؟ كيف وش كان تفاعلهم معك؟ كثير يعني جو عندي وقالوا يعني ما شاء الله يعني عمرك 12 وسويتي كتاب. حلو. وأعجبهم يعني بدأوا يقرون ويعني قرأوا يمكن صفحتين بعدين يعني أخذوا الكتاب وقعت لهم. حلو. الحين الروايات اللي تفكرين تسوي يعني تسوينها كيف طبيعتها؟ يعني بوليسية درامية كيف طبيعتها؟ عن يمكن أحداث كثيرة يعني تصير للبنت. الرواية إن شاء الله الجاية يعني الفئة اللي بعمرك. اي. حلو. وإن شاء الله راح أسوي بعد روايات بالإنجليش. ما شاء الله تعرفين إنجليزي أنت؟ إيه. حلو. وش رأيك ما تشوفين إنه لا إنجليزي لا ما راح يشتغلها كثيرين لأنه أغلبنا هنا يحبون العربية أكثر عشان تصير واضحة لهم؟ بشكل يعني بحط عربي وإنجليزي. حلو. إن شاء الله يعني ودي أكون كاتبة عالمية. ما شاء الله الله يوفقك يا رب. الله يعطيك العافية روز. بالتوفيق يا رب. كيف شافوا أسرتك واللي معك يعني أسرتك أمك وأبوك كيف شافوا الكتاب هذا وكيف شجعوك؟ يعني ماما أكثر دور البيت. إيه. ماما تقول استمري. يعني وانا ان شاء الله يعني ما راح اوقف وراح استمر اكتب روايات ان شاء الله. وحتى يعني كثير ناس شجعوني يقولون استمري ولا توقفين والله يوفقك ان شاء الله راح استمر. الله يوفقك يا رب. المجتمع اللي حولنا يعني تعرفين ما يقرون كثير كيف ممكن تستمرين بالروايات وكذا تخليها تنباع بشكل كبير؟ راح ان شاء الله اخلي الروايات يعني قصص تكون حلوه ممتعه وال يعني ان شاء الله اذا كبرت بخليها كمان للكبار يعني هذه قصص اطفال صح يعني العمر 6 لما 11 او 12 تقريبا وابغاهم يقرؤون يعني يستمرون في قراءه الكتب. حلو. ان شاء الله يعني يقرؤون كتابي ويعجبهم. يا رب. مين قدوتك في هذا المجال يعني مين الناس اللي تشوفينهم كتاب كويسين مين تقرأين لهم؟ تقرأين لأجاثا كريستي؟ إيه. تقرأين لها؟ إيه. حلو. وش تحبين روايات أكثر شيء تقرأينها؟ ولا تحبين قصص؟ لا روايات من أكثر الروايات اللي أعجبتني نساء صغيرات ودايري أوف ويمبي كيد وسوفي أند شادو وودز أكثر كتب أعجبتني. حلو. أنت تقولي من ثاني ابتدائي وأنت كنت تقرأين؟ إيه. ما شاء الله. والحين تقرين يعني كم تقرين تقريبا بالاسبوع؟ تقرين كتاب او روايه واحده ولا لا كل شهر؟ يعني على حسب طولها مثلا يعني 200 صفحه اقراها بشهرين. يعني كل شهر تقرين 100 صفحه. ايه. ما شاء الله عليك. بالتوفيق يا رب روز وان شاء الله نشوف لك يعني 100 كتاب. مره ثانيه حابين ننوه الكتاب. اعطونا زوم يا شباب اعطونا زوم. كتاب حكايات ما قبل النوم روز هشام العقله. تلقونه وين نلقاه؟ نلقاه في جرير؟ اي موجود في مكتبة جرير. طبعا خليني اقرا لكم النهاية. هذا الكتاب من تأليف طالبة انهت المرحلة الابتدائية هذا العام، دونت فيه شيء من تجاربها ونشاطاتها المدرسية والمنزلية في شكل حكايات عما حدث، يعني بالعادة تسوي او تكتب نشاطاتها واللي دايم. حفز هذا العمل انه اصدرت كتاب يعني هذا وان شاء الله نلقاه لها كتب ثانية يا رب. يعطيك العافية روز. نقول ما شاء الله تبارك الله كلنا. وإن شاء الله نشوفها بعدين روز نشوفها كاتبة عالمية يا رب. فاصل قصير وأجي لكم نكمل فقراتنا الباقية.